على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللي فاتوا واللي عرفوا مشاركه مكثفه ديال المهنيين والتجار واللي تم الاغناء ديالها بالنقاش والمداخلات وواحد المجموعه ديال التوصيات اللي خرجنا بها. فطبعا كنعتذروا مره اخرى على التاخير اللي هو خارج على الاراده ديالنا وديال المؤطر. فكنرحبوا بالاستاذ محمد الحاتمي استاذ القانون الخاص بالكليه المتعدده التخصصات والعرائش في موضوع الاكليه التجاريه، فمرحبا به وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا انا كنت اود اعتذر على التاخير، كنت اود ان يكون هذا المداخله ديالي تكون تفاعليه عن طريق الشاشه، لكن للاسف انا حاول ما امكن ندير واحد الاطلاله اوليه على داكشي اللي انا ما عرفتش من اللي تلقيته قبل، ولكن مدابيا فهمنا بعض المسائل التي كنت قد تطرقت اليها، خاصه فيما يتعلق بالفهم ديال التاجير، الالتزامات الواجبه عليه، السجل التجاري وعلاقته بالتاجير، لان كنعرفوا مع التجار يمارسون التجاره لكن لا يعرفون بعض الحقوق والواجبات المفروضه عليه. لان غادي نحاول ما امكن يكون هذا الشيء هذا تفاعلي. ومن بعد ننتقلوا للمساله ديال الاكليه التجاريه، نديروا واحد الاطلاله بسيطه ونحلوا الضرائب. الثالثه كانت فيها الضرائب والجبايه البلديه. الحصه الثالثه كان فيها الضرائب والماليه، كان مسؤول عن الضرائب والماليه في هذه. الرابعه كان عن لونصا. الخامسة كانت حول الدور ديال المقاول الذاتي. لا المقاول الذاتي. المقاول الذاتي طبعا. المقاول الذاتي كاين اخوان المقاول الذاتي ما حضرنيش معنا هنا. المقاول الذاتي الأخيرة اللي كانت فيها هذا الملكية الصناعية ومجموعة ديال الصراحة هذا الشيء هذا كان خصو يكون بالمقلوب. بداو بعد المسائل التجاري خصنا قبل كنا ناخذوا فكره، كنا مجال ديال التجاره التاجر هو محدد على سبيل المثال كيمارس مجموعه من الانشطه، لان الا تبس انه تاجر حتى الاصدقاء ديالكم اللي كتعرفوهم كيدخل مجال التجاره كتولي منازعات في داخل المحكمه التجاريه، كتسرع عليه اجل ديال التقادم، كنعرفوا بان الدعاوى بين التجار او بين التجار وغيرهم شحال المده ديالها باش ما كتبقاش باش ما كيبقاش عندك الحق ديال الدعوى. دابا انت كتعامل في عالم التجاري تاجر في الاثبات في الدعوه اللي غادي تمارس عندك واحد الاجر خصك تمارسو، ما مارستش كنقول بالدارجه هزك منها. شحال المده في التجاره؟ ها؟ خمس سنين. اذا الدعاوى في المجال التجاري عندك خمس سنين تبصح تاخذ الحق ديالك وتمشي ترفع الدعوه، على خلاف المسائل العاديه المدنيه الانسان التصرفات ديالو المدنيه مثلا بعتي واحد عقار او كذا وراد لك نزاع مع واحد الشخص، مسائل مدنيه انت شخص مدني عندك مده ديال 15 سنه عاد كتقادم لك ما يمكنلكش دير. شوف العالم التجاره شحال المشرع كيحاول يحميه وكيحاول انه يسرع فيه الامور. اذا مثلا ملي كتنتقل من عالم الانسان عادي الانسان تاجر كتولي واحد المجموعه هذا خصك تكون فيها انتباه. اذا عندك خمس سنين انا كتمارس دعوه ديال ضد ذاك الشخص. كذلك في الاشهر 40 هذا القانون كنهضروا حنا في حاله 16 شهر 40 هو اللي كيقول لك انك خصك ولكن شوف القاعده العامه لا يحق له الرفض، خصو عيد الاخبار ديالو كيخصو عيد كنخبروه بان راه المحل ديالو راه مكرين واحد الفرض. اذا هنايا الحق في الرفض ما عندوش الحق، واخا يكون مضمن في عقد ديال الكير ان ما محققش تكريه ما محققش، ولكن باش ما نعطيكمش هذا شي جواب اللي يكون فيه الغموض غنشوفوا النص. نعم. الحالة السابعة إذا فقد الأصل فقد الأصل التجاري عنصرا من العناصر ديالو، إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل. إذا هنا واحد الشخص سد المحل ديالو مدة سنتين، إذا أنت سديتي المحل مابقاش دير التجارة، شنو كتفقد هنا؟ كتفقد السمعة اللي هي أهم مكون هذا وتفقد الزبناء، ما كيبقاش عندك الحق.
اذا فقد الاصل التجاري ما بقاش عنده قيمه. لماذا؟ لا دابا حنا ما كنتكلموش واش يرجع ولا ما كيرجعش، هو ان الافراغ عنده الحق. الافراغ دابا كنناقشوا هذه الحالات اللي كنقول لكم ديال التعويض والاعفاء من التعويض. يقول لك سيدي يثبت انك سنتين ما مرستيش، سديتي المؤسسه التجاريه ديالك، ما بقى ماشي ما بقاش عندك، فقد السمعه ديالك. الزبناء والسمعه والزبناء جوج مكونات اساسيه. اذا اما الحق في الكراء اللي كنا تكلمنا عليه، تاع عندك الحق الجديد هذا عنصر اساسي، ولكن كيتكلم على هاد جوج مكونات، بمعنى ما بقاش عندك الحق في التعويض عند الافراغ. اذا هذه حاله اخرى. ثم هنا غادي نتكلموا على التعويضات عن انهاء العقد. التعويضات اللي تكلمنا عليها قبيله شحال، شنو قلنا؟ يستحق المكتري تعويضا الماده 7 من هذا القانون عن انهاء عقد كراء مع مراعاه الاستثناء الوارده في هذا القانون اللي كنا تكلمنا، اللي ما عندوش الحق في التعويض. يعادل التعويض ما لاحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ. اذا يشمل هذا التعويض اللي كنا قيمه الاصل التجاري اللي تكلمنا عليها، التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبيه للسنوات الاربع الاخيره، بالاضافه الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الاصل التجاري، كما يشمل مصارف انتقال من المحل. شوف شحال ديال الحاجات اللي كيتعوض عليها قيمه الاصل التجاري، كذلك التحسينات التي ادخلها، وكذلك مصارف انتقال. دار مصارف انتقال انتم راه غتصوروها بسيطه، ولكن اللي كانت مقاوله عند الملايير واجهزه كبيره وكذا، مقاوله مثلا اللي عند التراكسات وكذا، ذاك هذا راه كتقدر توصل لك المليار، توصل هذا باش نقل انت من محل الى محل. اذا هذه تهيات تدخل في تقييم، وهذه حمايه للمكتري. اذا المشرع كيحمي غالبا المكتري. اذا الانسان لا شاف صاحب المحل بان المبالغ كبيره ديال التعويض كيتراجع، على هادشي دار المشرع هادشي باش ما يفرغوكش. حمايه لماذا؟ عاوتاني هادشي هذا كامل حمايه للاقتصاد والنسيج الاقتصادي، لان كنعرفوا بان المقاولات مرتبطه مع بعضياتها بالديون وما الى ذلك، وبالتالي اي وحده وقع لها هذا راه واحد الخليه مشى كلشي كيري. اذا المشرع ما خلال هذا الاجراء، غير انه يمكن للمكري ان يثبت ان الضرر الذي لاحق المكتري اخف من القيمه المذكوره. يمكن هنا عاوتاني حمايه للمكري، ماشي بالضروره هادشي كامل يتعوض، يقدر يبين بان هادشي هذا اللي غادي تعطيه المحكمه هو راه اقل من هادشي اللي كتكلم عليه المشرع. اذا حاله الحق في الرجوع، المشرع كيتكلم على الحق انك ترجع للمحل. حنا تكلمنا المحل اي السقوط من ناحيه الهدم وما الى ذلك، ثم الحق في الرجوع. انتبهوا هنايا، يحق للمكري المطالبه بالافراغ لرغبته في هدم المحل. هذه حاله ديال الافراغ واحده اخرى، يقول لك انا نهدمه واعاده بنائه شريطه اثبات تملكه اياه. اسمع واحد الشرط مهم، مده لا تقل عن سنه من تاريخ الانذار وادائه لمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء 3 سنوات مع الاحتفاظ له بالحق في الرجوع. اذا بعد نكملوا الماده. اذا هنا اذا هذه الحالات هذه السيد بغى يخوي المحل ديالو، بغى يريبو. اذا هنا ماشي الحالات اللي تكلمنا عليها قبيله، هنا عندك الحق ترجع. اذا هذيك المده اللي غتبقى انت فيها جالس هو غيدير البنايه ديالو وغيبدي وغيعدل، راه انت غتضيع. اذا هنا عندك الحق في الرجوع، ولكن خص هذا الانسان المالك. احيانا واحد السيد كيبيع العقار ديالو، كيكون مكري الاصل التجاري، كيكون فيه كيتمارس واحد الاصل تجاري، نشاط تجاري معين، وكيبيعو لواحد اخر، وداك الواحد اللي شراه كيبغي يفرغك. شحال خصو المده؟ خصو يكون عام، سنه على الاقل، يكون سنه وهو باش شرا، ماشي يعيش هذا 6 شهور شراه كيقول له انا قد به انا غنخرجو لك من تما، كدار في الواقع ديالنا. اذا على الاقل سنه، وكيتعوض داك الشخص مع الحق في الرجوع تعويض ديال مده ديال 3 سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع اذا اشتملت البنايه الجديده، اسمع، على محلات معده لممارسه نشاط مماثل تحدده المحكمه من خلال التصميم المصادق عليه من الجهه الاداريه المختصه، على ان يكون قدر الامكان متطابق مع المحل السابق والنشاط الممارس به. اذا كيبقى عندك الحق انك ترجع. ممكن ما ترجعش عاوتاني. التعويض الكامل، هذا التعويض كنسميوه جزء، هذا تعويض مؤقت، وكاين التعويض الكامل اللي تكلمنا عليهم حالات قبيله، هي التعويض الكامل ديال الحق في الكراء.
ده اللي فيه القيمة الأصل التجاري، ولكن هذا على مدة ديال 3 سنوات. إذا لا ما رجعكش في ذاك المدة راه المشرع راه كيتكلم على هذه المسائل هذه، إلا ما رجعتيش هذه المدة هذه راه عندك الحق كذلك أنك تأخذ التعويض ديالك كاملة، لأن هذه الحالة هذه هي حالة إفراغ مؤقت من أجل إعادة بناء، من أجل إعادة بناء المحل، لأن هذه المسألة ديال أنك تفرغ واحد الشخص لسبب من غير سبب مشرع ما كايناش في المسائل التجاريه، قدروا نجبروا في المسائل ديال السكن وكذا الاحتياج من اجل احتياج ولدك وكذا، ولكن هنا لا، هنا راه كنتكلموا على واحد النشاط تجاري فيها اصل فيها سمعه فيها هذا فيها مجموعه المسائل. اضافه نكملوا على هذا التعويض المؤقت، اسمع هنايا وعاد اضافه باش ما يوقع لنا شي واحد، شوف حنا مع النص القانوني، اضافه الى التعويض المؤقت في الفقرة أعلاه يمكن المحكمة بناء على طلب المكتري تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها إذا ثبت المكتري ذلك. إذا هنا ممكن المحكمة عاوتاني تحكم لك بواحد واحد التعويض واحد آخر إلا بقى أنه كيتسنى الوقت اللي حددتيه معاه وما التزمش به. إذن هذا كذلك السبت، ولكن هذا الشيء هذا كل المحكمة هي اللي كتحدده. أنت يقدر يكون لك شيء بشكل ودي ثم عمل تجارة فيها التوافق والعقد شريعة المتعاقدين، ولكن دائما المحكمة. إذن هذه النصوص القانونية كتحميكم ثم كتحمي لا المكري ولا المكتري. يقصد بمصارف الانتظار، شنو هي مصارف الانتظار؟ الضرر الحاصل للمكتري دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة. شو الضريبة كيفاش كتنفع؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل. ده شوف تقييم ديال التعويض يدخل فيه. أنت كتكون عندك الناس خدامين عندك، مثلا أنت كدير واحد النشاط تجاري عندك عمال، كاين اللي عنده المئات، كاين اللي عنده جوج، كاين اللي عنده ثلاثة، خصهم كيخصهم يتخلصوا، وبالتالي حتى هما كيدخلوا في هاد التعويضات هاد، لأن أنت بالنسبة لك التوقيف ديال النشاط ماشي أنت السبب ديالو، هذا لأسباب اقتصادية، وبالتالي داك العمال كيبقاو معاك ثالثا هما كيدخل التقييم. اذا لم تشمل البنايه الجديده على المحلات المذكوره استحق هذه اللي تكلمت عليها قبيله المكتري تعويضا وفق الماده السابعه اللي تكلمنا. شنو هو التعويض الماده السابعه؟ هو التعويض الكامل. اذا الا ما كانش مثلا جابنا وكان عنده 6 المحلات ولا 3 او لا 2 وبالتالي انت غتحرم، كيقول لك انت ما عندكش، هنا كتولي تتعوض قيمة الأصل التجاري كاملا مع مصاريف انتقال الماتيريال ديالك والمسائل الأخرى التي صرفتها من أجل ذلك العقد. تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفقا للمادة 7 بطالب المكتري يستحقه في حالة حرمانه من الحق في الرجوع. هذا حق التعويض الاحتياطي، كتحدد المحكمة كتقول لك إلا ما رجعش ها شنو غادي تخلص. إذا هذا يتسمى التعويض الاحتياطي، دائما فيه واحد النوع ديال لي اليد ديال المكري باش انه دائما ما يحاولش يفرغ الناس من المحلات ديالها، وبالتالي ان في اي لحظه يمكن له يفرغ راه غادي يؤدي تعويضات كبيره في هذا الشان. اذا التزامات المكري الا كنت انت هو اللي كاد اللي غادي تكري في هذه المرحله ديال الهدم والبناء، يتعين على المكري الشروع في البناء داخل اجل 2 من تاريخ الافراغ. شو الشرط؟ شوف شحال ديال التفاصيل في هاد القوانين هادو، علاش كنقول لكم خصكم تمشيو طلعوا عليهم وتبقاو، هادشي هذا كيتنسى، ولكن انت تكون على دراية لأن تقدر الشخص فرغك ومشى وجلس. إذا المشرع كيوضع مجموعة من القرائن ماشي من أمثلة، هذا ماشي أمثلة، تقول يفرض عليه ويلزمه بالبدء، لأن عدم البدء في الأشغال ديال البناء يعد قرينة على أن هذا الشخص لا يريد أن يستأنف الكراء مع ذلك الشخص أو لا مع الأشخاص المكتارون إلا كانوا بزاف. وفي حالة تعذر ذلك يحق المكتار الحصول على التعويض وفق المادة 7 ما لم يثبت المكري أن سبب التأخير خارج عن إرادته. إذا هذه قارينة داك 2 ما بداش كنقول هذا سوء النية، غنمشي ندعي باش ناخذ التعويض ديالي كامل ونمشي بحالي نتهنى. ولكن إذا أثبت المكري أن ذلك السبب خارج عن إرادته، مثلا رخصة البناء ما خرجتلوش في الوقت المناسب، طلبوا له وثائق، كاين الوكالة الحضرية، كاين كذا، كنعرفوا بأن بعض المسائل اللي كنلقاو رخصة البناء حتى المشرع أحيانا في رخصة البناء كيعطيك كيقول لك الرخصة الضمنية اللي هي الأجل ديالها 2، يعني المشرع تصور أن ممكن الرخصة ما تسلم لكش داخلها
المدة ديال السينيور. هنا داك الساعة كتمشي تبني في قانون التعمير كيقول لك هذاك عدم الجواب في الأجل القانوني ديال السينيور يعتبر موافقة ضمنية ما لم يرتبط بإجراء من إجراءات أخرى، لأن اللي كيسلمك الترخيص هو الجماعة. ولكن إذا كان يتوقف مثلا الوكالة الحضرية تعطلت غادي يعتبر ضمنيا. شوف حد النقاشات يقدروا يدوروا عند المحكمة في هذه المسألة هذه ديال لينا. كيقول لك سيدي بالنسبة إذا كان الرخصة إذا كانت تتوقف على إجراءات إدارية أخرى وفاتت السينيور لا تعتبر رخصة ضمنية. يقول لك سيدي الجماعة ما عندها حتى شي دم في هذا الشيء، راه جهاز شناهي الجماعة طبعا إلا كدير إجراءات كتقول لك أنا صيفطت الوكالة بقى ما جاوبتنيش لا باش هي الجماعة في المحكمة هذا الشيء كيتسار كدلي هي بما يثبت انها رسلت وان هذا الاجراء يتوقف على الوكاله الحضريه وخارج ليا انا ما جاوبتناش في داك السيني. انا درت كل شيء في الاجل القانوني المحدد. اذا هنا القضاء دار هذه القرينه هذه كيقول لك ما لم يتوقف اذا السينيوم تعتبر كامله هذا اللي قال المشرع كيقول يعتبر رخصه ضمنيه سكت. ولكن جاء من بعد صارت مسائل في المحاكم الاداريه الجماعات قال لك سيدي حنا كنديروا الاجراءات وفي السينيوم والناس كيمشيو يبنيو لنا فواحد البلايص اللي ممنوع بها البناء والوكالة الحضرية هي اللي كتقول لنا واش يمكن ولا، وبالتالي هي اللي خصها تتحمل. هنا كيقول لك لا تعتبر رخصة ضمنية. إذا القانون ماشي القانون الثانية شوف مزيان هذه حالة الإعفاء لأنها راه خطيرة بالنسبة لهم نتوما باش تضمن الحق ديالك في التعويض كاملا عند إفراغك. زين الحالة الثانية إذا أحدث المقتني تغييرا للمحل دون موافقة المقيم بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته ما عدا إذا عبر المقتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ممنوح له في الإنذار على أن يتتم الأشغال من أجل ذلك في جميع الأحوال داخل أجل لا تتعدى 3 أشهر. أنت شديتي واحد المحل وفهمتي شديتي كله دون إذن من الشخص الذي كرى لك وبالتالي هنايا لا يحق لك. إذا كيرجع هو إنذار بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه يقول لك ترجع لي المحل ديالك الماك. اذا انت خصك تباشر ذلك الاعمال داخل 3 اشهر والا سيتم اقراره. اذا حجته امام المحكمه هو التغييرات كيجيب العون كيحدد بان راه وقع تغيير وكذا تضر بالبناء. اذا هذه حاله ثانيه المشرع لا يمكن ان يتصور جميع الحالات. ما يمكنش يقول لك هذه لا حفر هذه لا دار هذه. هو كيعطيك واحد بصفه عامه يقول لك تغييرا احدث ضررا لا يقيم الناس كل واحد الدار هي المحكمه هي اللي غتقول لنا انطلاقا من وسائل اثبات مقدمه لديها. اذا الانسان كيثبت داك الشيء باي وسيله كانت غالبا كيكون عن طريق العون القضائي اللي كيجي المخوض القضائي كيثبت الحاجه وكذا. كذلك الخبير تجيب خبير يقيم لك يقدر يقول لك البناء اصبح قليلا البناء بسبب الحفر بالذات. اذا هنا المحكمه هي اللي تقول لنا احدث ضررا ام لا. اذا حاله ثالثه اسمع حتى هي مهمه بالاضافه الى التغييرات في البنايه تمس العقار كاين تغيير يمس النشاط التجاري. إذا هذا الحالة الثانية إذا العقار ما تمارسوش هذا ثم النشاط التجاري اللي كتمارسو. إذا هنا المشرع النشاط التجاري كيتكلم إذا قام المقتري بتغيير النشاط أصله التجاري دون موافقة المالية. مشيتي كنت كدير واحد النشاط تجاري معين حنا قلنا الأنشطة التجارية راه محدد المشرع كاين بزاف ديال الأنشطة التجارية. حنا ما نصوروش داك الشيء البسيط دابا انتوما هنا كتقدر يكون داك الشيء بسيط عندكم ولكن كاينه بعض الانشطه الكبرى راه كيقدر يوقع في التغيير في النشاط ديالكم نشاط صناعي صناعه السيارات ولا التسكيب ديال شي محركات وما الى ذلك يوقع التغيير. اذا دون موافقه المالك ما عدا غير نكمل هذه
ما عدا إذا عبر المقتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت دائما كبقولك إرجاع الحالة كلها صافي. إذا قلت يا سيدي أنا مستعد أو أن الشخص المكري وافق على ذلك، إذا الموافقة الإنسان من الأحسن يبقى دائما متصل يعني يقدر ينكر. شنو قلنا في المجال التجاري كان فيه الحرية بإثبات، ولكن من الأحسن الإنسان استفادية يقول لك أنا وافقت لك ومن بعد ينكر. إذا أنت كتزبزب إذا هذه مسألة مهمة. نعم داخل إذا قلنا القيام عن نيتي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ممنوح عنده على أن يتم هذا الإرجاع كذلك داخل أجل 3 أشهر نفس الشيء. إذا كان رابعا إذا كان المحل آيلا بالسقوط مع كذلك الإفراق لأن المحل قد يطيح ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم قيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إحضاره لذلك. أحيانا أنت يجي تقول لك المحل راه غيطيح انت كتوجه لك المصاحب المحل تقول له العقار ديالك راه خصك تولي ترمو كذا راه يقدر يرب لينا ولا شي حاجة. إذا إلا وجهت له إنذار وكذا ديك الساعة مابقاش عندك أنت كتولي محمي في هذه الحالة. شنو هو الحماية ديالك أنت؟ شنو هي الحماية؟ هو التعويض عن التعويض من عين الإفراط. إذا لا درتي الإجراءات القانونية ولكن تخليته هنيته وقرب يطيح وجدل المتهم درتي له لا إنذار لا شي حاجة إفراط بدون التعويض لأن خارج الإرادة ديال المكري. إذا هنا خصك أنت دائما محلات خاصة المدن القديمة تلقى بعض المحلات اللي قديمة كتمارس فيها التجارة المفروض أنك غير تشوف البناية تلطح تشعر المالك ديالها بأنها باش كتولي يعني باش إلا قال لك خصك تخرج لي راه الإفراغ إذا طلب الإفراغ ديك الساعة أنت تستحق التعويض كون التعويض اللي هو قيمة الأصل التجاري زائد التعويضات الأخرى. ثم إذا هلك المحل موضوع الكلاء بفعل المبتدي أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي هذه حرام. شيء أي شخص إذا المحكمة التجارية عندها اختصاص إذا كان النزاع عنده عقد تجاري أو تجارية أو شركاء داخل واحد الشركة معينة أو يتعلق النزاع بالأصل التجاري إذا كذلك المبلغ المنازع سيكون فوق 20,000 في العام. هي جوج ديال المليون عاد كتمشي للمحكمة التجارية. إلا ما كانش فوق هذا المبلغ هذا عيب المحكمة الابتدائية عادية لأن كاين غرفة تجارية هذا الشيء دايرينها كاينة محكمة تجارية وكاينة غرفة هذيك إذا كانت النزاعات صغيرة كانت ديك الحالة كيمكن لك كدير النزاع كذلك بالنسبة لاختصاص رئيس المحكمة مثلا إذا كان عندك شي حاجة استعجالية في مجال التجارة اختصاص رئيس المحكمة التجارية إلى حدود 20,000 درهم كان أقل كتمشي عند رئيس المحكمة الابتدائية. إذا هذه مسائل لا بالنسبة للإثبات ولا بالنسبة للتقادم ولا كذا بالنسبة للتجارة خصو يكون على علم وعلى اطلاع بها وهي فيها تفاصيل كثيرة. علاش قلنا خص الإنسان يكون خصنا نديرو دورات تكوينية باش نوضح لكم شي حاجة خاصة فيما يتعلق بالتقادم. إذا قلنا كذلك المجال ديال التجارة السجل التجاري باش تفهموا واحد المسألة هذا هذاك الرسم المهني فيه كتسجل في السجل التجاري ماشي أي واحد عنده رسم مهني تقدر تمشي تسجل في الرسم المهني ما تكملش الإجراءات تسجل السجل التجاري. إذا شنو الفرق بين السجل التجاري وبين الأصل التجاري؟ كتسمعوا الأصل التجاري واحد السيد عنده فوند كوميرس واحد روجست كوميرس ما كنفهموش دابا تما شكون يقدر يشرح لي هادشي بسات باش تفهموا هذا عاوتاني مسألة ذكيرة عندها علاقة بهذا الشيء. شنو العلاقة بالسجل؟ شكون اللي قلنا السجل؟ السجل التجاري هو الوثيقة اللي تتمشي عند المحكمة باش تتصرف بأنك راك تاجر. زين زين شكون اللي عطاك شي جواب؟ أصل الأصل التجاري الأصل التجاري هما الزبائن اللي عندك وهاد التجهيزات اللي عندك مزيان شكون سميناه مزيان؟ عاد شي واحد يعطينا شي فرق. الفرق هي الأول مزيان عرفت كيفاش؟ واحد مادي ولا اخر معنوي مادي هو انك مساله ديال جات المسائل تكون تكون موثقه ديال السجل التجاري والاصل التجاري هو مسائل كما قلنا المعنويه اللي عندك في المحل اللي حتى هي عندها واحد القيمه. الاصل التجاري هو عنده علاقه بالعقد اصلا مرتبط بالعقد ديال السجل التجاري هو باش كيثبت الصفه كيثبت الصفه كيثبت لك المحل اللي انت اذا اجوبه اذا السجل التجاري باش هو سجل من السجلات العمومية كنعرفو كاين مجموعة السجلات الدولة غايتها هو الإشهار نشهرو واحد الحاجة الحاجة كتكون مخبعة كنظهروها للناس. كاين سجلات عمومية بزاف كاين سجل الحالة المدنية
شو الدور ديالك؟ تشعر الحالات الشخصية للإنسان، تزوج، طلق، الدراري، هذا إذن هذا سيجي بحالة المدنية وسيجي العمومي، كنوثقوا فيه مجموعة مسائل لها علاقة بالحالة الشخصية. كاين سجل المحافظة العقارية، هذا السجل اللي كنوثقوا فيه العقارات، ما يتم على العقار محافظ جميع العمليات، اللي كيخلق حتى ذاك العقار حتى كيقدر ينضاطر ولا ما يقدرش. كذلك كاين سجلات أخرى مثلا ديال السكن، القوافل الموانئ كذا ديال السكن. كذلك كاين سجلات ديال الطائرات، كاين سجل تجاري. هذا السجل التجاري باش تفهموه ماشي أي شخص مسجل فيه يعتبر تاجر، وماشي أي شخص ما مسجلش لا يعتبر تاجر. تقول أننا صافي هذا السيد مسجل في السجل التجاري راه تاجر أو العكس. إذا أنت كتقول بأنك مسجل تعتبر كسميها في القانون قرينة بسيطة على ممارسة التجارة. إذا أي واحد دخل عالم التجارة أول شيء خصو يدخل ويسجل دار واحد الشهر بافتتاح المؤسسة ديالو، ومن هنا خصو يجيب واحد المجموعة ديال الوثائق السجل التجاري. كاينش وكنفرقوا ما بين إذا كنت شخص عادي، شخص كنسميوه ذاتي باش تعرفوا في التجارة، الشخص الذاتي، وكاين شخص معنوي، الشخص المعنوي اللي هو الشركة. إذا إما تختار ممارسة التجارة ديالك في شخص، في شخص ذاتي أو في شخص تجاري، مزيان. إذا إلا اخترتي واحد الواحد الصيغة المغزية، كل وحدة عندها تبعات وفيها وثائق معينة يجب أن تبني بها. إذن الشخص اللي كيتسجل يعتبر يمارس التجارة، ولكن يمكن له يثبت العكس. يقدر واحد إلا شي مرة وقع لك سديتي المحل ديالك ما بقيتيش كتمارس باش واحد المدة، جا شي واحد قال لك أنا كنسالك الفلوس، دعاك المحكمة التجارية تدخل له سيدي سلبية المحكمة المدنية عادية ابتدائية، أنا بقيت كنمارس التجارة وخمس سجل ما شطرتش على هذا. لكن المشرع ماشي بزز عليكم انكم تمشيو تسجلوا، عندك واحد الاجر كيدير واحد الغرامه تقريبا 1000 درهم حتى 5000 درهم بالنسبه للاشخاص اللي كيوجهوا لك انذار يعرفوا بانك تمارس التجاره، خصك انك تسجل باش يعرفوا الناس بانك تاجر، كنعرفوا المعاملات التجاريه فيها الائتمان باش الناس يبقاو يثقوا فيك ويسلفوك الفلوس، عطيوك السلعه توري وكذا. اذا ملي كتسجل ساعة تعتبر تجارة، ولكن قلنا مجرد قرين. إذا قلت ما مسجلش واش يمكن لك تقول أنا ماشي تاجر؟ يمكن لك ولا شي واحد جا قال لك أنا ندعيك خمس سنين، كتصار بزاف كيدعيك عنده الدعوة ديال مثلا فاتت كتقول أنا سيدي كنخصو يرفع عليا الدعوة داخل خمس سنوات أنا راه تاجر، أو العكس أنا تاجر ماشي تاجر عندي المدة 15 سنة، واش يمكن لك تثبت أو لا يمكنش؟ شنو هي الصيغة اللي تثبت بها أنت التاجر؟ لهادشي بديت لكم واحد السؤال في الأول، شكون هو التاجر؟ من الفواتير كاين شي فاتورة بينك وبينه؟ يعني ماشي الفاتورة بينك، تقدر أنت فاتورة عاد تقوم بعمل مدني عاد. هادشي كخصنا نبقاو في المحاضرة الأولى في النشاط الأول كخصنا نشوفوا هاد الأنشطة اللي كدار وكذا باش نعرفوا شنو. إذا درتي على سبيل الاعتياد والاحتراف مجموعة من الأنشطة حتى المشاريع في المدرسة تعتبر تاجر. كتولي في الاتفاق، كنوليو نواجهوكم داك الشيء هذاك داك القواعد المتعلقه بالاتفاق. اذا ماشي ضروري السجل التجاري، اذا لا تثبت بانك كتمارس هذا النشاط راك كتولي تاجر، واخا تكون شخص عادي تكون استاذ ما عندوش الحق يدير التجاره حاله تلافي، ولكن يعتبر تاجرا بالطبيعه. داك الممارسه اللي دار كنوليو ننازعوا فيه في القواعد قانون التجاره، كنعرفوا بان كاين جوج قوانين اللي عامه في هذا الشيء. شنو هما القوانين؟ كاين قانون التزامات والعقود تسمعوا بعيال، وكاين مدونة التجارة. إذا مدونة التجارة كتطبقوها على التاجر ولا الأعمال التجارية، والتزامات والعقود على المسائل المدنية العادية اللي كتتم بين الناس. إذا عطيتي واحد الطوموبيل عطيتي واحد هذا كنطبقوا عليك ذلك القانون. الأصل التجاري ما هو؟ هو واحد المال منقول معنوي. شحال حتى إذا سولت شي واحد مال منقول معنوي، شوف شحال ديال الفلوس، مال منقول ومعنى. إذا المال له قيمة مادية، منقول يمكنه كاين العقار وكاين المنقول. شنو هو العقار؟ والذي لا يمكن أن ننقله من مكانه، وإذا تم نقله يتهدد، ما يمكنناش ننقلو على الهيئة، نقدر نهزوها واحد البلاصة راه تسري منها، ما يمكنناش المنقول يمكن معنوي. شنو يعني معنوي؟ شعرف بأن شنو هو الأصل التجاري اللي عندك؟ تفتح عندك أصل تجاري شنو هو؟ مستوشا مادي ماشي السمعة فيه ماشي ذو معنى، غير ملموس، هو يقدر بثمن
مالي ولكن غير ملموس. انا غادي نشوفو في الكلى التجاري ان كان انا المده ما طلعت على هذه التفاصيل ولكن عنده قيمه ماليه. هذا المنقول المعنوي فيه مجموعه من العناصر. فيه مجموعه من العناصر منها السمعه. السمعه واش قيمه ماليه؟ السمعه ديال واحد المحل التجاري ليس له عنده قيمه ماليه ولكن ما ملموسش. الاسم التجاري كنعرف واحد المحل معروف عنده واحد الاسم هذيك السميه كتخلي الناس يمشيو يشريو من تما غير مجرد سميه. كذلك الزبناء كنعرفوش هاد الزبناء حنا زبناء شحال العدد ديالهم كذا. اذا هاد العناصر كلها تشكل كاين براءه اختراع فهي كتدخل في عناصر مكونه الاصل التجاري. كاين الحق في الكلى هو عنصر اساسي وجوهري في الاصل التجاري هو الحق في الكلى. اذا بالنسبه انت ملي كيكون عندك واحد الاصل التجاري وعندنا محل محل تجاري عندنا العقار وعندنا الاصل ديال واش هما بجوج بهم مخلطين. قلت انا هذا الاصل التجاري ديالي واش كيتكلم على العقار ولا كيتكلم على الاصل؟ يتكلم على الاصل. العقار لا علاقه له به. قد يكون العقار مرتبط بالاصل مولاه واحد مول العقار هو مول الاصل التجاري وقد يكون لا. قد يكون العقار مملوك لشخص اخر وكيعطيه واحد الشخص اما على سبيل الكراء او يهبه له او ما الى ذلك. اذا كيعطيه كيقول له خصك تمارس هذا النشاط. اذا ملي كيكون عندك ذاك الاصل التجاري كنقصدو بالتالي كيولي عندنا اصل وعندنا عقار مفصولين. وبالتالي هنا كنشوفوا ذاك الاصل التجاري قد تمارسوا عليه مجموعه من العمليات. يمكن لك تبيعه ويمكن لك ترهنه واش يمكن لك توضعو في التسيير الحر. تعرف شنو هو التسيير الحر؟ التسيير الحر هو كيلا الاصل التجاري. ملي تسمعوا اصل التسيير الحر كنكريو واحد يمكن لك تكري ذاك الاصل التجاري اللي عندك ولكن ملي تكريه شحال من واحد اش كيدير؟ كيكري وكيمشي الحال. اهم شيء خصو يدير التاجر في هذه اللحظه ها؟ لا كريتي اشهار شنو كتجي؟ اشهار بجريده في السجل التجاري. هذا الدور اي عمليه تتم قلنا بان السجل التجاري هو بحال الحاله المدنيه وبحال سجل المحافظه العقاريه الرسم العقاري ديال العقار. كنبقاو نسجلوا في هذيك العمليه حتى وصلنا للتقييدات. اذا كاين اول حاجه كنسجلوا في السجل التجاري التقييد الاول ثم التعديلات التي تتم ثم التشطيب كنشطبوا في الاصل التجاري. اذا بالنسبه لك انت الى درتي واحد العمليه ما بقاش عندك ذاك الاصل ما بقاش تشطب على راسك والا تصبح متضامنا مع ذلك الشخص الديون ديالي. هذه اللي بغيت نقول لكم قبيله واحد المساله ديال هذا الشيء ديال الحالات الافلاس او تراكم الديون الله يحفظ. راه تقدر تجبر راسك انت مورب مع واحد الشخص لا علاقه بحال هذه المساله ديال التسيير الحر انك المحل ديالك الاصل التجاري ماشي المحل ماشي العقار كتكلم على الاصل التجاري تكريه لواحد الشخص باش تشوف خصك أن تطلب الشطيب. الشطيب ديال السجل التجاري، الاسم ديالك من السجل التجاري، أو أنك تشير تخلي السجل التجاري وتشير إلى أنك ذاك السجل أن هذا الأصل هذا موضوع راه عندنا سير الحر. واحد الشخص واحد الثاني، وذاك الشخص الآخر خصو أنه يمشي يسجل السجل التجاري. ما يمكنوش يكون الشخص هذا اللي عنده السجل الحر ما يمكنش يرهن ذاك شكون هو؟ ذاك المسيد. مسيد ليس مالكا. انت مسيد تجاري. انت ماشي مسجل دابا انت كريتي انت ماشي لسه انت ماشي صاحب سجل. السجل التجاري قلنا عاد التحييد ديالي. نعم. ذاك الاصل التجاري واش ملك لك ولا لا؟ دابا هو ما يمكنش يرهن لا طبعا ما لان ليس ملكا له. ولكن انت خصك تشوف العقار واش يمكن لك تصرف هنا هو ماشي ديالك؟ ولكن الشخص كدير واش من المحكمة الشخص المحكمة كل شيء في السجل التجاري كتابة الضبط بالمحكمة كتمشي كدير كتشطر كتابة السجل التجاري كاين من جوج واحد في المحكمة وواحد كاين في الرباط السجل المركزي عند المركز كيتسمى المركز المغربي للملكية الصناعية والتجارية. هذا السجل المركزي فيه كل شيء كاين هذه المحكمة وحاليا دابا هذه المحكمة باش تفهموا ولا بلاتفورم ولا مبرمج اوتوماتيز انفورماتيز. دابا اي تاسيس ديال اصل تجاري سواء في اطار شخص ذاتي او في اطار
باش الشخص معنوي خصو يمشي يتسجل هذه البلاتفورم اللي كدار. علاش؟ باش الدوله خصها تطبق على التجار وبالنسبه للضرائب وكذا خصها ترفع عليها، لان بزاف الناس كيمارسوا التجاره ديالهم خارج الاطار القانوني. ولكن الدوله بالنسبه لنقطكم واخا تكون كتمارس خارج الاطار القانوني، مثلا بائع متجول ولا كذا وكتمارس واحد النشاط، راه يمكن لهم يطبقوا عليك القواعد ديال التجاره طالما انك تعتاد ممارسه التجاره وكذلك تعتادوا او تحترفوا التجاره. واحيانا بعض المحلات مثلا الانسان كيدير مثلا كيكون كيصحاب وراه تاجر كيبني العقار كيكريهو، واش نعتبروه تاجر ولا ماشي تاجر؟ اللي كيكري العقارات راه عنده بزاف ديال الدور كيراهم تاجر ام لا؟ ماشي تاجر اللي كيبيعو تاجر ولا ما كيكري اللي كيكري ماشي تاجر. شوف القانون كل مره كيزيدوا هذه المساله. هذه كانت البيع بالعقارات كان لا يعتبر عملا تجاري، كانوا الناس كيبيعوا شري مع راسهم. هذا بيع بالسيرفيس؟ لا ماشي سيرفيس، لا البيع هو شوف هو التجاره هو انك تشد واحد الحاجه وتبيعها من لهنا هو الوساطه فيها. ولكن انت كتبني واحد العقارات او كتشري مثلا واحد العماره كتكريها ليس عملا تجاريا. اذا قلنا بالنسبه لكم تبغوا تفهموا هاد الشيء هذا توجيه تمشي تقرا القوانين ليه هنايا كيقرا مستشار. حنا دابا بالنسبه لنا حنا الدور ديال الاكاديميين كاين دور المحامي، المحامي باش ما يخش على روحو تيتقن وكذا. حنا كنعطيو الاطار النظري المفاهيمي باش يدخلوا راسو، ومن بعد كيولي عنده واحد الترمومتر كيقيس عليه وكيسول الناس اللي كيمارسوا الشيء. دابا نتوما راه كتمارسوا التجاره اكثر التجربه ديالكم اكثر من ديالنا. تبارك راك تمشي وتشوف الفاكتورات وكذا، حنا ما كنشوفوا الفاكتورات ما والو، حنا كنقراو النظري النظري وكذا، حنا ما كنشوف. اذا يمكن لك انت اطار الانسان اللي كيمارس مثلا الكونطابل كيكون اكثر درايه، ما عندناش حكم بالنسبه للمحاسبه يكون عندكم واحد الشخص كيف. اذا حنا كنخصنا المفروض نكون حنا الولاء عاد يجيو هاد الاشخاص اللي يعني التقنيين في كل حاجه باش تفهموا هذا. اذا قلنا بالنسبه للسيد الحر، انا نفهم شويه السيد ديالو اللي جاب السير الحر. السير الحر قلت لكم بصفه عامه هو ملي كتكري انت الاصل التجاري ديالك انت خاصك تبع هذا باش هو سير واحد كيراء له هو عقد كيراء. علاش انا كون كان عندي هنايا نوريكم حتى النماذج وتشوفوا التفاصيل ديال القانون المتعلق بهذا العقود المتعلقه بالسير الحر وتفهموا بشكل وشوفوا النصوص القانونيه باش النهار اللي تبغي ترجع لها ما واش جبت لا لا والو كنا نديرو الضباشة وكذا كان أفضل. إذا هذا السير الحر ببساطة أنت ملي تكري المسائل ديالك سير شطب على راسك، شطب من السجل التجاري أو تتم الإشارة باش ما تصبحش متضامن الدين. تضامن الدين شنو هو ديالك؟ شنو هذا ماشي ضرائب واحد الإنسان هو اللي قلنا الكريديات كتفتح واحد المصادر سميتها مصادر صعوبة المقاولة كنسميوها. هاد المصدر هذه تفتح ضد اي تاجري سواء ذاتي او معنوي المحكمه التجاريه، وكيخصو كيولي مطالب باش اداء الديون بشكل جماعي. داكشي كيسالك غير واحد كيوليو كامل كيجيو عندك كيعلموهم كيقول لهم السيد فلان فلاني راه مفتوحه في وجه واحد المسطره ديال الافلاس بالدارجه باش تفهموها سيزي، وكيجيو كامل تفتحي مع واحد كيسقو كامل في الصوت ويجيو. ولكن بحال هكا الوقت ما مشطبش كتكون متضامن معاه كتولي تتخلص. شنو هو التضامن؟ وتخلص لانك تعتبر هنا سوء النيه انك بالعاني هربتي لك الاصل التجاري واحد التاجر واحد اخر باش انك ما تخلصش الديون. والمشرع كيعرف كيقول اذا الجزاء المترتب على عدم التشطيب هو هذا. اذا اهم شيء انتم بالنسبه لكم حضروا غير هذاك الشيء ديال السجل التجاري ما يفوتكمش الاجالات، وكذلك انك ما تكونش متضامن مع واحد الشخص في اداء مساله معينه. اذا بالنسبه للحق الكراء، هذا حق الكراء اللي كندخلوا للمحامي اش كتعني الحق في الكراء؟ هو مال معنوي حتى هو كيدخل في المكونات ديال الاصل التجاري. حق في الكراء هذا اهم شيء خصكم تعرفوا هو هذا حق في الكراء وشنو المسائل المترتبه. لازم الحق في الكراء قبل تجديد الكراء. وملي كتدخل تمارس التجاره سواء عطيتي لواحد الشخص انت يمارس لك العقار ديالك او انت تدخل تتمارس داخل هذا واحد القانون اللي كينظم هذا الشيء. هذا كاين جوج قوانين اللي كينظموا لنا مساله الكراء. الكراء المدني الناس العاديين
والمهنيين مثلا محامي طبيب كريتيلو هذا واش داخل في هذا المجال ما داخلش هذا عنده قانون الكراء ديالو بوحديته وكاين قانون ثاني هو كراء المحلات معدل الاستعمال الصناعي والتلافي والتجاري هو قانون 1649 عقلوا عليه هذا القانون هذا 1649 ديال هذا القانون هذا هو اللي كينظم هذه المساله ديال كراء المحلات التجاريه وينص وبدا واحد النقاش كبير في البرلمان وكذا وبعض التعديلات فيه من اجل حمايه اللي كيكري ولا الانسان صاحب المحل اذا التجديد عقلوا 1649 هذا القانون كنت باغي ندير لكم استعراض ديال النقاش اللي دخلت ليه الاستاذه راه جاي في الطريق كنت غندير لكم القانون ونمشيو معاه بالتدريج ولكن اعطينا نبذه عامه لان التفاصيل لا التفاصيل راه تغيب عليا كلها ولكن التجديد اذا هذا النص هذا كيتكلم بشكل عام على اول حاجه النطاق ديال التصدير شنو هما المحلات اللي كيشرع لهم هذا القانون 1649 اذا هما المحلات اللي كتستعمل فيها كيتستغل فيها اما نشاط تجاري واخا هو المشرع ما كانش خصو يقول هكا لان الحرفه تعتبر تجاره شتي دابا اللي كيمارس شي حرفه يعتبر تاجر تاهو دخلوه المشرع في التجاره شحال هذه كان خارج دابا ولا يعتبر تاجر اذا هذا مصطلحات ثلاثه بهم غيديروا المشرع الاستعمال التجاري بمعنى ماشي استعمال مهني ماشي السكر اذا النطاق ديال التصدير كيستثنيو منه بعض المحامات مثلا اللي كيكري في المحلات الكبرى مارجان وكذا هذو ما داخلينش فيها اذا انتم اللي كيعنيكم نشوفوا ثم شرط المده اهم شيء شنو هو شرط المده هو فوقاش كتكتسب حق التجديد التجديد ديال الكراء ولكن اول شيء تعرفوا هو شرط الكتاب ان اي كراء الان هذا القانون ديال 1649 عقد سيكون عند واحد هذا كيكون ثابت الصالح اذا هذا العقد هذا يقدر يدير لنا محامي يقدر يدير لنا نوطير يقدر يدير لنا العدل اذا ذاك اللي كيتكتبوا عند الوكاله هذاك علاش اول شيء تحت طائله البطلان كتعتبر راك ما كاينش واخا تتبينيزي واخا تدير لي خصك دير هذا الشيء فوقاش دابا الـ1649 نعم القانون 1649 كيقول لك خصو يكون هذا ثابت الصالح اللي كان يقبل القانون لا ليس كاع عليه القانون القانون فوقاش القانون الاخر ديالو 1649 2006 ملي تشوف 16 ملي تشوف القوانين السنه 16 تشوف السنه والرقم ديال ذاك القانون ذاك السنه ترتيبي ذاك القانون اللي كيكتب الترتيبي ماشي في الترتيب التاريخ وضعوه في مكتب ديال مجلس النواب اما مجلس النواب او مجلس المستشار لا مجلس المستشار لا التاريخ اللي كنت توضع يقدر يوضعوه توضع الحكومه يقدر يوضعوه القوانين يقدروا يوضعوه الفرق البرلمان كنسميوه مقترح قانون اذا على حسب الطبيعه ديال القانون اذا كان كيكتسب الصبغه الاجتماعيه واقتصاديه كيمشي لمجلس المستشار ما كيدير له الرقم ديالو اذا حنا باش ما نتفرجش هذا القانون هذا 1649 جاء قلنا لحمايه التجار وحمايه كذلك اللي كيكريو وشرط المده اذا ملي كتحط الاصل التجاري كتبدا تمارس اذا خصك الكتابه بديتي النشاط ديالك ملي كدوز عامين ملي كدوز عامين كتولي عندك الحق في التجديد الكراء سنتين شحال هذه القانون القديم كان عندك سنتين اذا كان العقد مكتوب وإذا كان العقد غير مكتوب إذا عندك 4 ديال السنة تستفيد من حق التجديد في القانون هذا عندك سنتين لأن يعني تحت طائلة المطلق سيكون العقد مكتوب إذا سنتين كتولي عندك الحق في تجديد الكراء شنو هو الحق؟ لا عيب شوية باش هذا إذا هذا التجديد هذا حق معنى كيدخل في الأصل التجاري حتى هو إذا ما كندخل شنو هو تجديد الكراء؟ هو ما يخرجنيش هو ما تخرجوش ولكن هناك مسألة أساسية ومهمة هو أنك إذا بغيتي تعفى من ذاك السنتين بغيتي تدخل تكتسب الحق ما يجيش يخرج شنو الحل؟ تقول أسيدي وأنا اليوم فتحت المحل غدا قال لي لا راه باقي ما داش سنتين عندك الحق نخرج هو أنك تشري شنو هذا الشيء السابق؟ هو اللي كنسميوه هذا كنسميوه الدارجة كنسميوه المفتاح والسابق هذاك الفلوس اللي كندفعوها في الأول تعفينا من سنتين هما فهمتوا هذا كان شد كخرج مفتوح مفتوح هو جديد بلا ديك الساعه كتولي عندك الحق ما خرجش علاش ديك الساعه انت بالنسبه لي كنت مفترض انك خلصتي ولا عندك الزبائن عندك كذا عندك كليان عندك كذا بداك اللحظه
الاصل التجاري كيولي تقيمهم داك اللحظه هذه. اذا هذا اساسي ومهم بالنسبه اليكم هما هاد السنتين هذا. الانسان اللي بغى يتفاهم مع مول المحل او كذا كي بحال اللي كيديروا التسويق واحد الدواش عندك حق تكريم تسكن مع شخص اي شخص ولا مثلا مع الامر ديال الدوله مثلا الاحداث لا شوف هادو ما كيدخلوش. علاش قلت لكم انا خصني ندير لكم هذا الشيء بالضبط؟ شوف شوف النطاق التطبيق كنت غندير لكم النطاق التطبيق تفهموا الجميع لان داك الشيء بزاف فيه التفاصيل. تعرفوا جميع المحلات جميع العقارات اللي كيسري عليها هذا القانون هذا ما كيسريش على اي عقار. اذا غادي تمشيو نتوما لهذا القانون 1649 غادي تشوفوا في المواد الاولى نطاق التطبيق تشوف هذا المحور هذا نطاق التطبيق وتشوفوا المحل احداث ما دخلش. خاطر هذا الموقع اللي تقولنا كنبغي نزورو نقراو من قبل باش الناس اللي كنخرج التغارات لا ماشي التغارات ماشي واحد الحريه ماشي التغارات كاينه تساؤلات تساؤلات على بعض الاخوان اللي هما عندهم بعض المحلات اللي هي جماعيه ديال الجماعه اي كاينين من عند الجماعه كاينه مثلا كتلقاو وصلوا لواحد السن وباغي يفوزوا ذاك الكره هذاك لولادهم مسكينه بعض الاخوان كيطرحوا علينا. شوف هذا ماشي شوف هادو ماشي كراء تجاريه بالنسبه للاملاك ديال الدوله ومؤسسات لا كراء تجاريه هذا واخا كان نموذج شخص دا. لا ولكن هذا شوف محل تجاريه واخا تجاريه واخا كتمارس لا يطبق عليها هذا القانون. انا نقرا لكم شويه باش تفهموا هاد النصوص. الاول نطاق التطبيق واش عرفوا ولا لا؟ مجال التطبيق تطبق مقتضيات هذا القانون على عقود الكراء على عقود الكراء العقارات او المحلات المحلات التي يستغل فيها الاصل التجاري في ملكيه تاجر او حرفي او صانع. هذه الاولى هذا نطاق التطبيق. عقود كراء العقارات والمحلات الملحقه بالمحل التي يستغل فيها الاصل التجاري ثم عقود كراء العقارات والمحلات الموجوده بالمراكز التجاريه ثم ويقصد المركز التجاري المفروض القانون كل مجمع تجاري ذي شعار موحد مشيد على عقار مهيئ ومستقل بشكل موحد ويضم بنايات ويقصد بالتسيير ويشوف عقود كراء العقارات او المحلات المتواجده المخصصه باستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطا بقطاع الصناعه والتكنولوجيا والمعلومات مثلا من المناطق الصناعيه فهي تدخل في هذا المجال والتي تنجزها الدولة أو جماعة ترابية مؤسسة عمومية التي تملك فيها الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموعة أو أغلبية رأس مال يهدف دعم وتطوير أنشطة مدرة للضخم ومحدثة للفرص. إذا بعض الأحيان كيشجعوا بعض المناطق الصناعية كذلك يسري عليها هذا القانون تشجعها غالبا الدولة هذا. عقود كراء طويلة الأمد عقود الائتمان الإيجابي. إذا هذو مسائل التي تطبق عليها المقتضى. هذه المادة الأولى تشوفوها المادة الأولى التي تتعلق بمجال تطبيق هذا القانون. ثم نتكلم على المادة الثالثة تبرم عقد كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري وجوبا بمحرر كتابي تالي الطارئ تكلمنا عليها. عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة أماكن يكون حجة بين الأطراف. يستفيد المكتري هذا شرط المده الماده الرابعه المكتري من تجديد العقد متى اثبت انتفاعه بالمحل بصفه مستمره لمده سنه. يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق من شانه حرمان المكتري لحقه في التعويض عن انهاء الكراء. حتى يقدر يبغي شي واحد يلزم عليك ان باش يحرمك بديك السنتين بالتجديد يدير لك شي شرط في العقد. هذاك العقد اللي داروا لك كانني قول لك ولا راه ديك الساعات ما تستفدش من هذا لا بغيت نخوض في اي لحظه نفرغ يعتبر ذلك الشرط كان لم يكن باطلا. العقد صحيح دائما كنميزوا ملي كيكون الشرط باطل العقد صحيح والشرط باطل. في الحاله المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده الرابعه لا يمكن ان يحل التعويض على الافراغ على المبلغ المدفوع مقابل الحق الكراء. حنا غنشوفوا التقييم ديال هذا ولكن لا يحق عن لا يمكن ان يقل التعويض على الافراغ على المبلغ المدفوع مقابل الحق الكراء. ولا قلنا كندفعوا في السالوت بمعنى لك انا دفعتي في السالوت 3 مليون كتعويض ولكن في هذه الحاله هذه انت دخلتي عامين وانت خدام مثلا وكتعرف ما تقدر تدخل تجبر على الارض تولي جهاز وكذا في الاخر يقول لك هذه كتدخل في التعويض هذيك المصاريف ديال التعويض. حنا غنشوفوا في التعويض الا بغا يفرغ التجديد الا ما بغاش يجدد معاك اذا هذا اللي كيتطرح المشكل. اذا قلنا عليه جوج حاجات يا اما تخلص في الاول او دوز في الوسط عامين بغا يفرغ انت عندك حق في التجديد ديال الكراء. شنو خصك دير؟
شنو كاين الحساب العقلي يعني فوق هنايا التعويض ديال مده ديال التعويض يناسب قيمه الاصل التجاري زائد المصاريف التي صرفها الشخص ذلك ذلك المحل قيمه الاصل التجاري شكون اللي غيحددها هنايا وهي مساله مهمه قيمه الاصل التجاري كيفاش نحددوه خبره لان المحكمه تعتبر خبره ولكن هناك مساله اساسيه ومهمه فيها هي واجراء قانوني والضريبه كيفاش تصريح الضريبه شحال المده ديال تصريح الضريبه 4 سنوات 8 سنوات كيحسبوا لك على هادشي دابا اجراء التصريح الضريبي مهم بالنسبه لك بالنسبه لك تكون مثلا باقي عاد شبرتي بعامين يعني ما عندكش داك الراس لا كتصرح هو شهر ملي كتصرح شوف ديال الضريبه ياك هو كيقول لك السلطه التقديريه للقاضي القاضي هو اللي كيحدد لنا ولكن شمول بناء المشرع كيعطيه واحد المعايير كبيره المشرع كيقول لك ها شنو الاستئناس كيقول اذا اما انك تدير خبره وتعرف شنو هو الاصل التجاري تعرف المكونات ديالو السمعه الشعار كذا وما الى ذلك كتحدده او انك في نفس الوقت الى ما كانش كان داك السيد كيصرح الضريبه 4 سنوات اخيره اذا هذا التصريح الضريبي مهم علاش هو في الصالح ديال الشخص اللي كيصرح لماذا كل ما صرح بمبالغ مرتفعه بتجديد الكراء